نلتقي اليوم في مدرسة ذكور شوفي الثانوية المختلطة لافتتاح المعرض العلمي الثاني. هذا المعرض الذي يضم عروضا علمية تثير الإعجاب كما رأيناها وشاهدناها في مباحث الفيزياء والكيمياء والأحياء والحاسوب. ونحن نتقدم بالشكر الجزيل للقائمين على إعداد هذا المعرض من مدير مدرسة ومعلمين ومجتمع محلي وكل من قدم الدعم والمساعدة والمساهمة لهذه المدرسة. ولنا رسالة نوجهها للمدارس كافة سواء مدارس الذكور أو مدارس الإناث: من تستطيع من هذه المدارس زيارة هذا المعرض فلتقم بالزيارة حتى تستفيد من المعروضات الموجودة. حابين نوصل الأسلوب أو الفكرة العلمية بأسلوب شيق للطالب، بعيد يعني عن جانب الامتحانات والعلامات، فعشان يحب العلوم أكثر وأكثر. يعني اشتركنا بمسابقة النادي العلمي وأخذنا المرتبة الأولى، فحبينا نشوف كل الناس إنجازاتنا، والحمد لله عملنا على طابق كامل وعملنا تقريبا 10 زوايا علمية في حاسوب، زراعة، كيمياء، فيزياء، أحياء، واشتركوا جميع الطلاب يعني من السابع للأول ثانوي، والحمد لله إن شاء الله بينال إعجابكم يا رب. في المعرض العلمي الثاني، وإن شاء الله تتجه إنه يكون ثالث ورابع، يعني بمعنى إنه يكون ماركة مسجلة اللي أشوفه كل سنة معرض علمي. هذا المعرض العلمي ما كان بيتم لولا نشاط المعلمة إسراء تيسير، معلمة النادي العلمي، وتعاون المعلمين والفريق الموجود في المدرسة. الجميع قدم الجهد اللي بلزم جميع المعلمين، جميع العاملين، الإدارة، المجتمع المحلي، وإن شاء الله تعالى أنه بتأمل تظل دائما هيك. ورسالتنا أنه بالمطلق طلابنا عندهم إمكانات، لكن المهم أنه نقدر نستخرج هذه الإمكانات بطريقة سليمة. شفتوا المعرض يمتاز ببساطة، لكن المعروضات هي من إنتاج الطلاب، هي من منهاج الطالب، الطالب يعبر عنها، فإشي أنا بتقدير رائع وألمس الرضا في عيون الجميع، والحمد لله. شكرا لكم، شكرا لتلفزيون الفجر اللي دائما مشاركاته معنا قوية والتغطية ونشاطاتنا قوية. شكرا لكم. من واجباتنا وواجبات الشركة والتزامات على الشركة انها تكون من ضمن المشاركات المجتمعية وتدعم المجتمع المحلي. واحنا مش اول معرض علمي بنشارك فيه، احنا سبق ان شاركنا بجامعة خضوري وسبق بجامعة النجاح في ان استراتيجية مع كلية الهندسة على رعاية وراعة الاختراعات، واي اي نشاطات زي هيك احنا مستعدين نرعاها. في قسم التحنيط تتم عملية التحنيط من خلال تخدير الكائن وهو على قيد الحياة بمادات الكلوروفورم. أما العينات المحفوظة تحفظ بمادات في الماء ومادات الفورمالين بنسبة 15%. في هذا القسم نعمل صناعات كيميائية لحتى أنهم الطلاب يفهموا هاي التجارب وما يخافوا منها ويحكوا أنه صعبة وإشي زي هيك.